صندوق شو ولا نشرة ولا نشرة اللي ده مفسح جماعي وعشرة يابا على عشرة سياسي كوميدي اجتماعي تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري دي مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك كترو تياترو مصري حاسه استرها معانا بس يا رب يا رب استر يا رب لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله شفت ايه ده حاسه يا عم انت يا مخمر يا بواب العماره يا زفت انت يا مخمر ايوه انا جاي اهو جاي 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 بس ما تقولش انا اقول لك في حادثه صح وعرفت منين بهانه مراتي قالت لي صباح الخير هي تقول صباح الخير تقوم حوادث يا مخيمر ايوه يا بهانه انت فين يا مخيمر انا قدام باب العماره يا بهانه انت فين صباح الخير يا مخيمر ما تقوليش صباح الخير العربيتين دخلوا ببعض هينزلوا تحت الارض اسكتي امال اقول لك ايه صباح الزفت والطين على دماغك ما تقوليش اي حاجه فيها تحيه اقول لك صباح النور اربع حالات تسمم واثنين لوز امال اقول لك ايه طه اسكتي ما تقوليش اصحي الصبح وقولي اقول لك ايه طب افرض نايم وعايزه اصحيك صحيني مش انما بتفتحي حنكك بيحصل حوادث يو هو كل يوم في نفس المكان ده حادثه معلش يا اهل الشارع ما حدش يعمل في المكان ده حادثه بكره ايه رايك بكره نعمل حادثه هنا ولا نعملها هنا وننزل بورك حائط مع فاصه شيء كده هتتريق عليا يا مخمر ما انت يعني اللي معصبك في مكان الحادثه انا اقول لك الحادثه داي مش عربيتين خبطوا في بعضيهم يعني في ناس اتعوروا هيقولوا لك شيل الناس دول وحطهم في مدخل العماره صح والناس دي دم هيسيح على الارض واللي طالع واللي نازل يحطه يده كده اهو في الدم ويعمل لي كده اهو في الحيطه وانا انضف في الارض وانضف في الحيطه يحط يده في الدم ويعمل كده اهي في الحيطه ايوه يكتبوا بقى حج مبرور وذنب مغفور دي حادثه مش رحله عمره دي حادثه ايوه حادثه يعني عربيتين خبطوا ببعض مش عايز يزغزغوا بعض اصل انا بحب منظر الدم قوي انت سفاح لا انا حشاش بص يا هشام حادثه دي بتتقلب تكشيري طب استنى كده اجربها تاني استنى كده دي حادثه انت كده عامل حادثه يا هشام اهدى كده بص العربيتين عاملين ازاي وايه الشغله ماشيه ازاي يا تسرع ايه الشارع يخلص هي دي سرعه يا هشام شفتنيش انت حدانا في البلد كنت اسوق الدموسه اقعد اخمس بيها لحد ما تنزل زبده ايام والله شجاع والله العظيم ثلاثه وربك اللي خلقك احنا المفروض نسيبهم كده في العربيات لحد ما يتعجنوا يا مخيمر إيه؟ تعالى يا عم بسرعه على الست الست عماله تنازع يلا بسرعه يا رب بالراحه عليها يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم بالراحة استر يا رب تعالي يا اختي يا رب ارزقنا كل يوم حادثة مش قادرة انا اللي مش قادر يا مؤاخذة ايه الانفلات الامني اللي انت فيه ده ايه ده اعوذ بالله من الخمس الخبائث اعوذ بالله من الخمس انت داخلة حمام ما هو اصل ده مش وش خالص
انت ما شفتنيش قبل الحادثه، كنت شبه احمد عز والله. ايه بس الخضه بس يا هاني. ربنا يسامحك يا شيخ، ربنا يسامحك، صحتني من حلم جميل. انت كنت بتحلم بايه؟ كنت بحلم بالبنت اللي بحبها انا وصاحبي. الله. وهي؟ وهي ما كانتش بتحبنا، كانت بتحب واحد تالت خالص. طب انت عارف مين التالت؟ مين؟ انا. انت؟ يعني انت وصاحبي بتخنوني؟ يا عم زعلان ليه يا عم؟ ده البنات في الحلم رزق. ما انا عارف ان البنات في الحلم رزق، بس ابوها كان ماسك في ايده بالونه. يبقى ابوها ينفخك. قعدت اجري وهو يجري ورايا، انا اجري وشعري يطير، انا اجري وشعري يطير. انت كداب قوي. فين شعرك اللي طار ده؟ ما هو طار. طب يا جدعان الشغله كده مش هتنفع. بصوا الحادثه قدام المحل، وانا كده مش عارف افتح الدكان والورد هيموت جوه، ده ما اكلش من امبارح ومصحى. اتكلم عادل يلا، في مكان هتعرف تعدي منه، في ايه؟ تعالى هوريك. فين اخويا؟ احترم الضيوف. بس تعالى يا ست هاني، اللهم صل على جمالك يا نبي. ايه الحلاوه؟ قال لي ايه سر جمال شعرك يا هاني؟ وبعدها لك يا مخيمه، انت كل ما تشوفني واحده تقول لها ايه سر جمال شعرك؟ ذمه ودين، عمري قلت لك ايه سر جمال شعرك؟ لا، عشان انت مش واحده، انت زميل المهنه. بقى انا الحلاوه اتجوزك انت؟ اني داني كنت موقفه شباب البلد على رد. طبعا مش كنت بتبيع ايش؟ كانوا واقفين يشتروا. واقفين يتفرجوا على جمالك يعني. اتلم يا مخيمه. مش هتلم. اتلم يا مخيمه بدل ما لمك قدام الناس. خلاص اتلميت. ولا 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 هجوم يا سيد، هجوم يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، سيد يا سيد، هجوم يا سيد، سيد. هو مين سيد اللي عم تندهي عليه ده يا ست فاكيها؟ مالك؟ فيه الزنبلوطه دي؟ فرح ده ولا عزا ولا طهور ولا ايه ده يا بنت؟ لا دي حادثة بعيد عنيكي. وبعيد عني لينا تحت منا ايه؟ نعمل لك ايه يا ست فاكيها دلوقتي؟ طب والنبي شوفي لي محمود جوزي تحت العجل، قال لي انا دايما بدعي له. لا يا ست فاكيها دي حادثة من برا الشارع، والست ده هي اللي عاملاه. البت اللي هناك دي هي اللي عملت الحادثة؟ ايوه دي فورتيكا. جرايه يا عم اللمبي، مالك؟ البت مزة وحلوة وطعمة، سيبيها في حالها. لا انت ما شفتنيش ايام زمان، ده انا كنت قمر ولا نجاح الموج. انت عايزه مني انا ايه دلوقتي؟ والنبي اما تشوف محمود جوزي، اله يا رب ينفخ كرشه ويشفط شفايفه، والارداف يا رب يعني نحاتها كده. ايه ده؟ ايه ده؟ فين ده؟ عند مركز التجميل اللي على اول الناصيه. بقول لك ايه، خشي دوا بدل ما اديكي 100 بلغه على وشي. يا سلام على حنيتك وطيبتك، بس عشان بضعف قدام نظرة عينيكي. يا سلام، فينك قبل ما اتجوز الصرماطي؟ كان زماني مربوة بقد الدنيا. الحمد لله ربنا نجاني. بقول لك ايه؟ جابليني في جنينة الحيوانات الساعة 6. يعني يما تديني معاد، تديني معاد في بيت أهلي. ايه يا عم ده؟ وبعدها لك امال يا ست فاكيه؟ لأن جوزك عمال يتحمرش بيا، هو مفيش ست حلوة هتقدر تقف في الشباك كده شوية ولا إيه يعني؟ مالك يا مخيمة؟ ده بتقول لي جنينة الحيوانات بيت أهلها، بنت السلعوة دي ولا إيه؟ لا، بنت صاحب العمارة، بس سبحان الله، ربنا شال من دماغها وحط في لسانها. ما أنت قلتي صاحب العمارة، ربنا إدى المال وخد منه البنون، ما حدش خد المال والبنون إلا أحمد عبد العزيز وعمل البراعة الصراحة. والمصحف معاه ده وكل حاجه. اهدى يا مش بقول لك اهدى يا جدعان، اقسم بالله العلي العظيم لو ما رفعتوا العربيتين دول لا ارفع عليكم 2 اباتريلا وادغدغ الشارع. فين يا عم هشام؟ ما عدا انت. ايه ده؟ انت بتخاف منها ليه؟ يا عم انت اللي مصدر لي الاحساس ده. اخبار الاموره ايه؟ نجيب حاجه ساقعه؟ او النبي بليز مثلا حاجه فريش، لو اورنج جوس مثلا. ها؟ مؤاخذه انا اسف. ايه فريش وورنج موز ده؟ يا عاملة حادثة عند فرغلي؟ انت لو كملت تعليمك يا هشام تعرف ايه المورنج جوز ده؟ ايه بقى؟ المورنج جوز ده ما هو الا قليل من المورنج مضاف عليه 5 مللي جرام من الجوز. يا ريت مخرجنا يخش لنا زوم على الكوباية. لو سمحت يا شيف. ايوه. ممكن اعرف طريقة عمل عجينة البيتزا؟ الأولاد عندي بيحبوها. لا مؤاخذة شيف شربين، أنا آسف معلش، لو سمحت، هو طريقة لف الكرنب بنفس طريقة لف السجاير ولا بتختلف؟
معلش معلش ست هانم، اهل الحاره بس بيرحبوا بيكي. ما خلاص يا دم عمار، ما حد يروح يجيب حاجه ساقعه من عند عم علي وعلي، ويا عم عبده روحت الكرسي اللي عنديهم ده هو. استاذ عبده احترمي نفسك، انت مراه بواب. يعني ايه مراه بواب؟ يعني تروح السوق تجيب الخضار، تجيب خيار، تجيب كروت شحن، انت مراه بواب. يعني ايه مراه بواب؟ يعني شايفاني التهذيب؟ عمال يقول لك مرات سيف تسكتي، خليتي بورسي يتريق علينا. ماشي، عايزين الكرسي ده؟ ايوه اهو. ايدك يا دي عبده من على الكرسي لا تهالك. جري يا غجر في ايه؟ مفيش احترام للأشياء ولا ايه؟ لا معلش يا عم علي معلش، بس احنا والنبي كنا محتاجين الكرسي ده ضروري. بس انت ازاي اصلا تمد ايدك على الكرسي بتاعي من غير استئذان؟ غور يا دي عبده من هنا نجر. استاذ عبده احترم نفسك، انت بقال هات الكرسي بس ثواني. فيه ايه؟ يلا يا غور من هنا، مفيش كراسي، الكرسي ده بتاعنا. لا الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي. بتاعنا يا علي. بتاعنا. بتاعنا. الكرسي ده بتاعنا يا علي. لا بتاعنا يا علي، وانا ممكن اثبت لك دلوقتي انه بتاعنا. الكرسي ده اللي هو ده ولا ده؟ ده بتاعنا اهو. لا ده بتاعنا ده، وانا اثبت لك. وانت اثبت لي ازاي؟ لف كده. انا روايه محترمه عيب. ده دماغك راحت فين؟ قصدي لف لف عشان اثبت لك. انا لف؟ اه. طب معاك بفره؟ يا علي لف مش رول. اه لف انا اهو. انت لف. اه احمدك يا رب، انكشفت الحقيقه. شفت يا استاذ؟ انت بنطلونك سليم يا استاذ، وانا بنطلوني مقطوع اهو. تا 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 تا. دمتش دمتش. ايوه وصلت لدمتش يا علي. ايوه وصلت. طب ويعني ايه اللي قطع البنطلون؟ الكرسي ده يا استاذ فيه مسمار اهو، وانا اللي دقه تخليدا لذكرى صديقي سليمان الحلبي. لا الكرسي ده المسمار طلع فيه طبيعي، وانا ممكن اثبت لك. طب اثبت لي. طب لف لف وانت مغمض عينيك، عشان انا بدل الكراسي وانت مش هتعرفهم من بعضيهم، فتعرف ان الكرسي ده مش هو الكرسي ده. طيب يا سيدي، بس انا علي البنطلون مقطوع، مش هينفع اغمض. غمض عينيك وانا بقول لك غمض البنطلون. اه ماشي بدلهم يا سيدي اهو. اهو فين بقى الكرسي بتاعك؟ ما هو قال هيبدلهم، انا اختار التاني طبعا. اهو الكرسي بتاعي اهو. ظهرت الحقيقه، انا ما بدلتهمش يا راجل. يا اهبل يا اهبل يا راجل يا اهبل يا عبيط. الله يسامحك. ايه ده؟ إيه؟ حادثة علي. اه حادثة. ياه ده انا من زمان قوي علي ما شفتش حادثة خالص، عارف من ايام حادثة دونشواي. يا نهار ابيض، بتاعة الزعيم مصطفى كامل؟ اه، اما الزعيم مصطفى كامل وقف في وسط الميدان وقال تسلم الايادي، كان هو والزعيم ابوسي، فاكر؟ اه كانوا هما الاثنين بيغنوا. اه وكان معاهم الزعيم مين التالت؟ هشام عباس. اه يعني انت رايك يا ست هاني ان الباديكير الموف يمشي مع البادي الكارين الاصفر؟ اصل انا قلبي اتفتح لك وعايزك اقول لك. احكي لي من الاول حادثه. ولا حاجه، انا كنت بتكلم في التليفون وماشيه وفجاه لقيت قدامي العربيه دي وخبطنا في بعض. ما شفتيهوشي؟ لا ما يستاهلوشي. ما هو انا كنت بتكلم في التليفون. مش يا استاذه، يعني انا اسف، يعني حضرتك انت اصلا داخله شارع معفن. ده شارعنا شارع معفن، وبعدين اصلا يا استاذه الشارع ده اصلا وان واي. طب وايه المشكله دي؟ حريه شخصيه. ما خلاص يا عم هشام هتصدعنا. ومش عارف، ما قصدي اقسم بالله والله العظيم ما قصدي، انا بس بفهمها ومش عارف ان هو وان واي. اقسم بالله هو بيتكلم صح. الشارع ما تجيبي بوسه يا هاني. اتلم يا مخيمر. حاضر اتلميت. طب ما تكلمي اهلك على الموبايل. ايوه انا عايزه اكلم مامي وبابي، يعني عايزه اقول لهم اللي حصل في الحادثه، بس انا عايزه الموبايل بتاعي. ما تشوفيه فين الموبايل؟ تشوفيه فين؟ فين؟ مش لاقيه الموبايل. ايه مش لاقيه الموبايل؟ لا يكون السرق.
موبايل السرق يا ابني موبايل بتاعه اتسرق، فاكر الموبايل بتاعك يا عالم ما اتسرق؟ لا موبايلك انت اللي اتسرق يا علي. لا موبايلك انت يا علي اللي اتسرق، انا فاكر. لا والله موبايلك انت، انا موبايلي في جيبي اهو. ده موبايل انا اللي في جيبك اهو. موبايلك انت ازاي في جيبي بقى؟ اهو اهو بص مكتوب عليها اهو، انا نمرتي ومكتوب عليها انا. ده متسجل انا. انا، لو ده موبايلك كان هيبقى مكتوب انت. ده موبايل انا، موبايلك السرق يا راجل يا اهبل يا اهبل. ده موبايل اهو، لو حد عايز موبايل الموبايل موجود اهو. بس بس بس، الموبايل طالما اتسرق يبقى نتفتش. احنا فعلا كلنا نتفتش، وعم علي وعلي هو كمان هيتفتش. ايه ده؟ لا بص انا ما اتفشتش. لا علي انا اللي ما بتفتش. انا اللي ما بتفشتش. لا انا ما بتفتش، وانت اتفتشت زمان لما كنا بنجيب البتاع. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه علي اللي عملته ده يا علي؟ ايه علي في ايه؟ حرام عليك يا علي، انت ما عندكش قلب يا اخي. ايه اللي حصل؟ كده علي، كده علي خلصت التودو. يا علي ما انا كنت جعان يا علي. وانا قلت لك اللي بحبه. اقعد اقعد. احنا لازما كلنا نتفتش، اكيد اكيد وسط الحادثة واحد لقطه كده ولا كده. احترمي نفسك يا ست انت، انت بتتكلمي ازاي؟ ده انت مربى واب. خد خد هزك فيا، كله بيهزك. بص مراتك بتقول ايه؟ شفت شمتت فينا عبده كاستور ده؟ استاذ عبده احترم نفسك يا ولد، انت مربى واب. اقسم برب العزه وعز الجليل الله، في نص ساعه لو ما طلعت الموبايل ده لاجيب لك وشك ست قطع. في حدا يا مخمر؟ لا مفيش مفيش، ده انا بس كنت عايزه يعلمني ازاي احول زبده الجاموسه جبنه مثلثات. هتقول لها في ايه؟ مفيش حاجه يا عم، اروح اشوف الموبايل. روح رايق. انا ميرسي 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 بجد، انت فعلا حد رجالي قوي. الله يخليك. استاذ صح، انا حد رجالي اهو، في مني بني برباط. لا انا قصدي ان انت جد قوي. لا استاذ انا جد بس خاطر العالم دي ما تاخدش عليا، انما انا مع النسوان عسل. اقول لك نكته، بقول لك مرة واحدة سعيدية. ما خلاص يا عم هشام. طب اقولها لك اما تمشي بقى. عارفة يا مزمزل؟ أنا ربنا إداني كل حاجة إلا رقم تليفونك. قال لك قولي لي يا ست هانم، هو حضرتك كنت رايحة الشغل دلوقتي؟ لا أنا كنت مروحة. نعم، مروحة البيت الساعة 7 الصبح. المشكلة 7 الصبح، مروحة 7 الصبح يا علي. بتشتغل إيه دي؟ أكيد ما دام مروحة 7 الصبح تبقى أكيد ممرضة. ليه بس كده يا علي تسيء الظن بالناس؟ ما ممكن تكون شغالة رقاصة يعني. والله ممكن، ممكن مثلا تكون رقاصة وبتدي حقن. ممكن يا علي ممكن. أصل أنا كنت سهرانة عند مهند. في الشقة ولا في المسلسل؟ طب كلمني بعدين بقى. لا انا كنت سهرانه عند مهند في شقته. ودي في الحلقه الكام؟ اقسم بالله اكسر الموبايل، اقسم بالله. على فكره مهند ده يبقى ابن عمتي. قولي والمصحف. بس 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 بس، لقيت الموبايل. الحمد لله يا هانم، فلوسك حرام. امسك يا هانم، واحد اثنين ثلاثة. بسم الله ما شاء الله، حيدك مرزقه قوي. ضاع واحد جه ثلاثة. طب ده كده مش هيتصل. ليه؟ ناقص حتة. تعالي تعالي يا بنت اتصلي من عندي، انا من هنا الدقيقة بخمسة جنيه. لا تعالي اتصلي من عندي والدقيقة باربعة جنيه. ايه ده يا علي؟ طب عليا بقى الدقيقة بخمسة جنيه. طب عليا انا بتلاتة جنيه. طب بالعند فيك يا علي بقى الدقيقة بخمسة جنيه. طب الدقيقة ببلاش وتعالي وخدي عشرة جنيه. حرام عليك يا عم علي وعلي الاستغلال ده. هو ده وليه لسه طالعه من وسط الحادثه؟ خلاص بقى يا جدعان، خلاص انا هحلها يا جدعان. خد اختي كلمهم من عندي، كلم امك بقى تجيب ونش وترفع العربيتين دول عشان اشوف اكل عيش، وحددي لي معاها ميعاد. بقول لك ايه يا اختي، انت بتؤمني بالحب من اول حادثه؟ بص اصل انا مش حافظه رقم مامي. مش حافظه رقم امك كده عشان الباقة بقى؟ حافظه انا حافظ رقم امك. تعالي تعالي، ما دي امها اللي هي ام هناء، عارفها؟
لازم ماهم مشيرين يا علي. يا عم ام هناء وانا مسجل نمرتها عندي في الاجنده بتاعتي. لا يا علي انا مسجل نمرتها مشيرين في الاجنده بتاعتي. ام هناء يا عم تعالى اوريك الاجنده وانت تتاكد بنفسك. وريني يا سيدي. تعالى تعالى. انا مش حافظه رقم مامي لان انا كنت مسجلاها على الموبايل. ما انت غريبه يا ستي. هو ده الجديد يا بلد التقليد. ايه يا عم؟ هو ده بقى بيتك بقى اللي انت بتطلع عينين عليه من الصبح؟ عمر يابا. ايوه يا دو ده البيت بتاعي يا. انت اسمك ايه؟ انا اسمي اللول. اسمك اللول؟ ايوه اسمك اللول. هات يا عم حساب التوك توك. ايه دي؟ دي التك توك. تك توك؟ اه التك توك. انت فلاح؟ اه. لا ده شيفرو ليه؟ دي شيفرو ليه؟ ايوه. ازاي يا ده شيفرو ليه كبيرة؟ مش في سامسونج كبير؟ اه. وفي سامسونج صغير؟ اه. دي شيفرو ليه صغيرة؟ دي سمارت يعني؟ ايوه. يا ولاد الذين عاملينها صغيرة عشان الزحمة؟ طبعا. عمار يا ما. اسمها مصر يا ابني مصر. اه ده انتوا عالم فاضيه بقى ما وراكوش شغل تقعدوا تقولوا مصر مصر. انما احنا بناكل نص الكلام. يعني احنا مثلا نقول يا حما يا محمد خو فين يا ابني حرف الدال يا ابني؟ يا دي افهم يا ما احنا نقول يا حما وفي الدلة فلع على الجطة شوف اكل عيش. يا سلام. اه امال انت اسمك ايه؟ محمود. اشمعنى دي قلت فيها الدال؟ يا دي افهم يا ما انت عشان قريب من تعرف انت لو بعيد شويه هتقول لي يا محمود. صدق انت عيل عاه. انا عيل عاه. طب لو راجل كملها عبيط. انا عبيط واهبل وهتتلف بالجسمه. ماشي طب اقول لك امشي من هنا يا بدل مقلبك زعاف. طب تمسك شعري. امسك شعري ربنا انا اضربك. ايه ده انت بتضربني؟ اه ايوه اضربك. ماشي انا مش هضرب انا هاذيك في اكل عيشك. لا اهو لا اهو اضرب كمان وكمان هطلع لك في كل مكان. بس 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 خد خد تعال تعال يا اسطى دبان تعال تعال يا اسطى يا اسطى تعال استنى. ايه مش عارف تسوق؟ تعال يا اسطى هتضيع هتضيع وقت. يلا يلا يا حبيبي يلا يلا يلا. انا مكتوب لي مكتوب لي الشقه معاك يا حبيبي. يلا يلا برضه في امها. بس 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 ماشي يا ولاد اللذين. يلا يلا اوعى كنت حكت يا. يلا يا حبيبي استنى يا. يلا ما تحكت يا. ايه ناقصين تعب احنا وفرهضة على الصوت. اهدي خد يا حبيبي تعال. ايه اهدى يا ايه الطفل السامج ده؟ اهدى. ماشي ماشي ايه المه مه مه معزه واقفه قدامي. ماشي ماشي ايه ماشي. انت طيب يا دم خمر انت يا. الله يخليك. طيب والله بس انا نفسي افهم حاجه. اني وانا طالع وانا نازل بلاقيك قاعد تحت على دكه. انت شغال ايه؟ اني المهندس اللي باني العماره دي. ماشي جدع يا. انت بقى اللي عندي بقالك شهر طالع نازل الناس تقول لك يا بروفيسير يا حلال المشاكل وكل اللي اعرفه عنك انك جوز بكيها. انما انت شغال ايه؟ سرماطي جزماجي يعني. اه طب انزل يا جزمه امسح رجلي. انا امسح رجلك انت عبيط؟ اهدي دي رجلي دي رجلك.
امال دي ايه؟ عليا النعمه رزلك انضف من وسك. ايه دي بتضربني على قفايا؟ ايه ده قفاك؟ امال دي ايه؟ لا ليا في القفشات السريعه. عمار يا ما. عمار يا ايه؟ يا ما. لا قول يا مصر بدل امن الدوله ما يخليك تكمل. مش احنا مش في وقت ضحك ده. ماشي. إيه انت يا هشام بتسرق ايه يا هشام؟ واد يا هشام انت عبيط، انت هتعمل لنا فيها هشام الحرامي يا امو. مش هنقول انت اصلا شرماتي اصلا ما تعرف تعمل حاجه. امو بس هو ده هشام اللي بتشتمه مش ده اللي عم تمدح فيه؟ انا شتمه بمزاجي، بس هو في الحل وفي المشاكل بيحل. خلي بالك انا صدرته في خمس مشاكل حلهم لي. ده يحل مشاكل؟ ده بيقول نص الكلام. يا عم انا بدخله في نص المشكله. طب بص يا عم البروفيسير، قول يا احنا عندنا مشكل دلوقتي. قولها. في عربيتين طقشوا ببعض قفلوا لنا باب العماره. ونجم الحادثه دي الست الاموره دي. بس انت ايه رايك في المشكل دي؟ بص رايي بكل بساطه يا محدش خد باله ان العربيه الثانيه ممكن يكون راكبها بني ادم مثلا مش جن. انت بتتكلم في انا قلت لك ده اول دفعته محو اميه ما حسدتنيش. ايوه بيتكلم صح. تعال نشوف. تعال نشوف يا ده بسرعه يا يا ده يا ايه ده؟ يلا بينا جدعان، يلا بينا. ده مغمى عليه، ده اوفر دوش، شكله شرب ياما قوي. لا يكون مات، شكله مات. والله ما قتلتوش، عملتش حاجه. انت عبيط يا ما، يمكن عايش. صح يمكن عايش، امال ايه المشاعر الفياضه دي؟ لا لا هو اكيد عايش، لان انا شفت صدره طالع نار. لا يبقى بيلعب ضغط، عايش عايش. طيب بكره عنده بطن. كنت على يد، تعال هنا يا تعال. عايز ايه يا عم؟ تعال هنا يا، يلا روح انده الاسعاف. طب ما اتصل بيهم بدل المشوره وغلاوه امك يا استاذ. يده في الشارع اللي ورانا يا متضايق. ولا طب اقول لك خد شريط الترامادول ده ياثر عليك المشوار. احلى مسا عليك يا استاذ، في ثواني الاسعاف تكون عندك. يلا احلى مسا يا استاذ. ماشي. بقول لك ما تخليني اعمل اي حاجه، واديني شريط عمرو دياب الجديد. شفت الايام؟ لا والله انا سمعت، اللي يسمع غير اللي يشوف. طب اقول لك على حاجه، خد دي طلعها الفاكهه فوق. يا سلام عز الطلب، جاي لك يا فاكهه كده. كله مشي، ما فضلش غير البت بهانه دي. امشيها ازاي يا مشيها بهانه؟ ايوه تعالي 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 يا بهانه بسرعه يا بيه تعالي. نعم. روح هاتي شاي مليجي اللي بيروح ويجي. عندي دوة. عندك دوة؟ بتعجزيني. طب روح هاتي حشيش افغاني. عندي دوة. افغاني؟ ايوه. معايش بفره. عندي دوه. انت فاتحه دولاب؟ اعمل لك ايه؟ ايه يا بنت في ايه؟ طب اقول لك على حاجه. ايه؟ عارفه جوزك مخمر ده؟ ايوه. بيخوني. مخمر بيخوني؟ مع مين؟ مع مرات. وانت عارف؟ ما الاتنين زومبي اصلا ما يتخافش منهم. انا هعمل لهم ايه؟ يعني ما فيش في قلبك نحراره يا بيه؟ ايه دي؟ ايه؟ ايه دي يا بيه؟ ما خدتيش بالك من الجرح العميق دي؟ ده جرح عميق؟ جرح عميق، ده عايش شاش وقطن ومخرخروه ده؟ ومش بعيد كمان نسفرها تتعالج في لندن. يلا يا بنت روحي بسرعه، روحي هات شاش وقطن ومخرخروه. مين هيحاسبني؟ انا هحاسبك يا ماشي. عندي دوه. ايه دي؟ اهلا وسهلا، اهلا بيكي. اهلا بيك. اهلا اهلا، لا حول ولا قوه الا بالله. اسم حضرتك ايه؟ انا فاطمه كردي. محمود الجحش. عندي غيط قصب ومعزتين وجاكيت شتوي. اهلا وسهلا. اهلا بيكي. طب بقول لك ايه؟ انت شكلك بنت ناس يعني وطيبه، انت ايه اللي خلاكي تخشي شارعنا عكسي وتعملي حادثه؟ بصراحه؟ انا كنت بكلم في الموبايل. وبعدين كنت بكلم واحده صاحبتي. ياه. وهي كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. فبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. طفي معانا الشمع يا فاطمه. اسمعي كلامهم يا فاطمه. لسه اهو. ايوه. العربيه ولعت. حرام عليك، انا لسه ولد ما تفتحش عينيا. طب بقول لك ايه يا فاطمه؟ ايه؟ واللي يحل لك الموضوع ده يعني تعملي له ايه؟ هعمل له كل اللي هو عاوزه. كل اللي هو عاوزه؟ كله. طب اقول لك عيد الحادثه تاني بس اخد دفعه. انا كنت بكلم في التليفون. كنت بكلم واحده صاحبتي. ايوه. كان عيد ميلادها. كل سنه وهي طيبه. وبعدين قالوا لي يا فاطمه. ايوه. ما تطفي معانا الشمع يا فاطمه. ايوه. لسه اهو في العربيه ولعت. عمار يا عمار.
طب بقول لك ايه يا بت فاطمه، انت دخلت قلبي على فكره. ثانيه كده يبقى دخلت الشارع صح ودخلت قلب. ميرسي قوي، ربنا يخليك. عمار يا ما الحاجه هي يا استاذ محمود، الجتن والشاش والمكركرون. ايه يا بنت كل ده؟ يا بنت كبرت الموضوع. واقول لك على حاجه، بتتمسح بالايد عادي اهي. وده اعمل فيه ايه؟ دخل ايه دوه. يا استاذ محمود انا روحت للاسعاف، قالوا لي امشي ولا من هنا ولا غرفه، ده احنا رايحين مشوار مع المطاف. بذمتك انت رحت الاسعاف؟ لا انا وصلت لغايه رمسيس وما قدرتش اكمل. جدع يا جدع يا استاذ محمود. يا استاذ تعال يا مخيمر تعال. وديت اللي واكل لمرتك والاربع رجال اللي عندي اخدوه. ربنا يسترها على الاربع رجاله دول، والله بترعب من فاكيها دي. عندك حق. ايه ده يا؟ ده الراجل اللي في العربيه الثانيه بسرعه يا نهوي. يلا بينا يلا. يلا بينا يلا 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 يا حبيبي يلا 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 يلا. ايه ده؟ ده جاي يعمل حادثه ولا يعمل كليب ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده يا باشا؟ ايه 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 النشاط المفاجئ اللي الواحد فيه ده؟ ايه ده؟ إيه؟ حاسس بنشاط؟ اه والله العظيم انا حاسس ان وزنك زاد بعد الحادثه. ايه ده؟ حادثه؟ اه العربيه. يا نهار اسود الله يخرب بيت. ايه ده يا؟ انت كنت راكب ده؟ انا كنت راكب عربيه، انما دي بقت بوستر. تعالى تعالى اهدى اهدى اهدى. معلش لا حول ولا قوه الا بالله. معلش كويس انها جت في الصاج. ما انا معيش فلوس اجيب عربيه تاني. معلش يا رب. لا حول ولا قوه لا اله الا الله. انت ولو حابب تنام حبه نام. يا طب ما حدش يهمدني. ماشي ما حدش يهمدني. ايوه عشان عربيتي. لا انا عارف الحركات دي كويس. ده انا بهديك يا حبيبي. طب يا جدعان ما حدش يزرزروا بقى يا جدعان. ها ما حدش يزرزروا فيها يا باشا. في ايه يا رايق؟ عادي كله في الشنيش، اهم حاجه الصحه. في ايه؟ ايه ده الواد ده طيب قوي. الله يبارك لك. انت ايه الطيبه اللي انت فيها دي؟ الله يبارك لك يا استاذ. هياكلوك. ما تقلق انشف. حاضر. بص شنبه عامل ازاي؟ ما بيرحمش ده والله العظيم. خلاص انشف كده. اهدى بس اهدى. انت مالك في ايه؟ اهدى ايه؟ منصب في عربية يا جدعان. طب تعالى تعالى. منصب في عربية. طب اعمل ايه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه ده؟ ما تحطش في دماغك خالص. يا رب يا رب. محدش يهمدني. تمام؟ ينعل أبو شكلك في الأرض. يا تحد كلمك يا. أنا فاهم الحركات دي. فاهم الحركات. أهو إيه أهو. تمام؟ عشان بعرف أعمل الشغل ده كويس. طب يا جدعان بعد اذنكم ما حدش يزرزروا يا جدعان. باشا في ايه يابا؟ في ايه؟ نص رغيف كده ايه ويبقى عيش وتمول. ليه؟ عشان يبقى عيش وتمول بينا وبين بعضينا يا عم. في ايه؟ وعيشك وتمولك ما قادر اكل حاجه. انا مخي ساح والله العظيم من الحادثه دي اقسم بالله. يا عم اهدى حرام عليك. في ايه؟ اهدى ايه؟ ما انا مخبوط في عربيه. اعمل لكم ايه؟ في ايه؟ ايه يا عم؟ ما لازم تعمل حادثه. مش راكب عربيه وانت لابس الخوذه؟ ايه؟ عمال يفرهدنا ومسكين. حرام عليك جامده قوي يا مفتري. يا عم يستاهل. ده انت مفتري. ايه عمال يعمل لي كده؟ وبعدين بتضرب في الفضيه؟ طب اضرب في المليان. والله العظيم ده وجعتنا انا. خلاص معلش معلش. معلش بس اهدى. معلش يا حبيبي. اهدى عشان مش ناقصين فرهدنا. والله يا عم جد. لا حسابنا بعد العرض. معلش جت جامده. ايه لا تمام والله متى. ايه ايه يا عم؟ ايه يا عم يا ابني؟ ايه ايه يا ابا؟ ايه ده انت بتفتري عليا انا بس؟ ما هو رزعك بتاع انت بس بتاع. مين اللي كان سايق العربيه دي؟ الزفته دي. الزفته دي. ما
معقوله هيبتدوا البوفيه دلوقتي؟ تفتكر يعني هيفتحوا البوفيه بدري كده النهارده؟ غريبه والله العظيم. انت كنت شاربه يا بنت عشان تعملي حادثه زي دي؟ احترم نفسك واتكلم عدل يا جماعه. بليز حد يطلب البوليس. لا لا بس بس خلاص. في ايه؟ مفيش رجاله في المنطقه ولا؟ تعالى يلا هنا، تعالى واهدى كده. وانت بصي طلعها عند الست فاكهه يا بهان. وديها فين؟ وديها عند فاكهه وامرنا الى الله. ماشي يلا بسرعه. تعالي يا اختي. بس تعالى ريح انت يا باشا، تعالى ريح. مش قادر يا جماعه. اتفضل اتفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى 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 في الكرسي اهو. انت كده بتوسخه يا متخلف. معلش معلش. وحشني والله. اهدى اهدى. اتفضل. عامل ايه؟ وجعتك جامد؟ الحمد لله. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب عظيم. كل يوم الميه تقطع، كل يوم الميه تقطع، دي حاجة يا جدع تجن الجن وتعفرط العفاريت وتحنكش الحنكيش. والله كذب اللي أنت بتقوله، إيه الكلام ده؟ ما أنا عايز أقول لك أهو، أنا عايز دلوقتي أروح الكوبانية المية عشان أبلغ، عايز أحلق دقني وعايز أستحمى وعايز أروح الشغل. خلاص روح الكوبانية وهم يحلوها. ما أنا يا ابني بقالي 7 سنين ما استحميتش، حرام عليهم. معلش روح وهم مفتريين هيحلها لك إن شاء الله. متأكد؟ إن شاء الله. أنا رايح أهو. روح. عم شكشك. أيوه. الست عم تقول لك المية دات. المية جت، المية جت، احتكم الأمر وهستحب، هستحب، مين الراجل اللي عامل دجلة الصابون ده؟ معلش معلش. عايز ايه الراجل ده؟ احنا عندنا شوية متخلفين في الحارة عشان الفرايتي يعني. ايوه ايه ده يا جدعان؟ انت ايه اللي خلاك تيجي تعمل حادثة هنا؟ الحادثة صح؟ العربية يا جدعان، العربية. ده مجنون يا ابني. ايه يا ابني؟ اهدى بس اهدى، أنا نفسي أفهم حاجة واحدة بس. انت ايه اللي دخلك شارعنا عكس الاتجاه؟ عكس الاتجاه. انتظرونا يوميا على قناة الحياة الساعة 7. ايه يا ابني وانا جاي مع منى الشاذلي يا ابني؟ في ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ انا عمري ما امشي غلط يا حبيبي، انا عارف ان انا ماشي صح. واديك غلاه. اديني ايه؟ غلاه. انت لابس جزمة حمراء؟ انت فلاح يلا صح؟ وفيها ايه؟ ما الفلاح صديق الانسان. طب ما تتسائلش عليا، ما تتسائلش عليا. خد بالك ان انا الوحيد اللي بحتضنك وبتيجي عليا. بقول لك على حاجه. ايه؟ تعالى نتاكد من على الناصيه ونشوف لو في يافطه تانيه تعرف ان انت داخل شارعنا عاه. ساعتها هتعرف بس ان انا كنت صح وماشي مظبوط. خلاص تعالى نتوكل. يلا يا حبيبي. يلا يلا بينا يا سلام. يلا خد تمول بقى، خد تمول بقى. والله ما هاخد. يلا بينا. لا شوف. يا محمود يا محمود، هو راح فين؟ سابني وجري ورا الفورتيكا. فين ايام زمان؟ العموم مستنياك مستنياك يا حبيبي. انا بشوق كل العشاق. بخ ايام الاغنيه. بقول لك ايه، انا عايز حساب التوك توك. خليني امشي. روح حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب ما عمك علي اهو. هات يا عم علي حساب التوك توك. عايز حساب التوك توك؟ حاسب عمك علي. هات يا عم علي حساب التوك توك. هو قال لك ايه؟ قال لي حاسب عمك علي. طب هو جاي لنا ليه مع عم علي اهو؟ يا جدعان حد يسمي نفسه محمد ويحاسبني. يا ابني المفروض انتوا اصلا ما تاخدوش حساب من الناس في التكاتك دي. والله ليه يعني؟ عشان اللي اخترع التوك توك ده كان بيوصل الناس ويجي يقول له خد فلوس، يقول لهم توك توك مش عايز. ما حصلش. ايه ده يا ابني؟ ما تاخدش فلوس يا ابني، انت توصل الناس بالمعايضه يعني. معايضه؟ يعني انت تجيب رز نديك بيض كده يعني. تعال 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 تعال. انت بتشرب سجاير؟ بشرب سجاير. طب يا عم وانا ابوك. حاضر. تعال عايز سجاير ايه؟ هات مالبور احمر. خد يا سيدي. ها
هات ايه ده؟ طب بص ممكن تبدلها لي بيرت اصفر؟ عايز بيرت اصفر؟ حاضر يا سيدي خد. بس تمام شكرا. هات بقى فلوس الميرت الاصفر. ما انا بدلتها بالمارلبور الاحمر. طب وفين فلوس المارلبور الاحمر؟ هدفع حاجه ما خدتهاش. صدق صح؟ انت اديتني دي مكانها، يبقى انا خد خد حقك يا عم، خدها دي اهي كمان علبه مارلبور احمر. انت بتشرب ايه؟ انا بشرب ميرت اصفر. ايوه صح صح، خد ميرت اصفر اهو. خد ولا تاخد مارلبورو؟ خد مارلبورو. لا هات ميرت. عايز ميرت؟ اه خد ميرت اهو. ماشي الحمد لله، قربنا نكبر اهو الحمد لله. طب خد دي الغلبانه دي، هتقعد حزينه كده عشان كليوباترا، خدها. لا انا عايز بوزو. عايز مين؟ عايز بوزو. بوز عمك علي؟ اديله بوزك يا علي، دي البوزك يا علي. خد يا ابني اهو بوزو. انا عايز بوزو اللي بيتاكل. امال ده ايه؟ ده ما بيتاكلش. عايز بوزو ايه يا ابني؟ هو كده حلو قوي صح كده علي؟ كده جبرنا الحمد لله، احنا نقفل السوبر ماركت خلاص، خلصنا الحمد لله. ايوه يا علي بس انت مش فاهم حاجه، الف ب تجاره ما حدش يجب عليه. استنى اهو، خد المارلبورو الاحمر بتاعتك، مش عايزين منك حاجه. يلا بقى اتكل على الله، احنا كنا جايين ليه؟ ايوه فين البنت اللي كانت عامله حادثه هنا اللي هي ام هناء؟ ام شيرين. ام هناء، انا قصدي جايب نمره امها، لان امها كنت اعرفها سنه 1942، واخد بالك؟ فهي معايا ايه؟ نمرتها. يا نمرتها معايا انا هي. فين هي البنت؟ انت عايزين البنت اللي عملت حادثه هنا؟ اه طلعت عند فكيه فوق. عند فكيه؟ اه. طب تعالى نطلع بقى نوريها امها. تعالى انا مسجلها ام البنت اللي عملت حادثه. يا رب ارزقنا بالبهايم يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. لو سمحت تالتة مكيفة هنا ولا هنا؟ ده على اساس ايه؟ مش ده قطر اسيوط؟ اه انت صعيدي؟ عرفت عشان رايح اسيوط. اركب اركب هو ده القطر. يلا بينا. طيب بس بسرعة والنبي يا بلدينا. ما تقلقش. بسرعة عشان متأخر بس. حاضر. توش توش. الله المنيا حلوة قوي يا اسطى. ألف شكر يا بلدينا، السلام عليكم. خد يا عم أنت الحساب. لا أنا كسكرتي طلوع ونزول. لا حضرتك راكب إيه ده؟ حضرتك راكب في مكان سبيشال عربية السواق، يعني حضرتك المفروض يعني تقدمت لك وجبة إفطار. لا ما فطرتش والله. حضرتك صحيت الساعة كام؟ أنا صاحي الظهر. الفطار من 7 ل 9 أنا آسف. لا أقنعتني، إيه ده؟ هي السكة اتطورت خالص. ألف شكر يا أمير. ربنا يخليك. السلام عليكم. السلام. إيه ده؟ أنا في شارعنا. ده نصب عليا ولا إيه؟ أنا لازم أروح القسم. تاكس. أيوه. القسم والنبي. الا وين بيبان التاكسي ده اصلا؟ لسه عامل حادثه والله دلوقتي حالا. طب بسرعه بس والنبي يا ابوي. حاضر يا باشا. الله المطافي حلوه قوي يا اسطى. الف شكر يا بلدينا. كام يابا؟ 5 جنيه بس. بس ده انت زبون، خد 10 جنيه. ربنا يخليك. استنى ايه؟ الجسم فين؟ اه بص في بحر، هتركب اي معديه هتلاقي اسمه في وشك على طول. الف شكر يا امير. سلام عليكم. سلام عليكم. ايه ده؟ بحر ايه في الصحراء اللي احنا فيها دي؟ ده هيشتغلني ولا ايه؟ مفيش اي معديه هنا. معديه معديه. ايوه. بسرعه بس عشان الميه والنبي. طلع رجلك ابوك علي النهارده. حاضر. يلا يلا بسرعه. يلا. توس. ان كان على القلب مالوش غيري، وان كان على الحب مفيش غيري، سكناحي مرفرف في سبابي والقلب اتربى على خيري. بلدي. ايه ده سواق انت ولا جني؟ انا عامل لك كل اللي نفسك فيه. الف شكر يا امير. يلا. سلام عليكم. سلام عليكم. رعاية الله. سلام يا امير. يلا انت. سلام. سلام. استنى. استنى. هو اليوم الاخضر بيبان من اول لفه. يلا يا حبيبي. يلا يلا. يلا يلا. 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 انا العب جم عشان امثل في المسرحيه دي. يلا حاسب الديكور. حاسب مش ناقصه بلاوي. على مهلك على مهلك يا حبيبي. ايه ده ايه ده؟ ده حرامي موصله بنفسه. حرامي. عمر يابا انت بتضحك على ايه يا فرحان؟ فرحان ايه السماجه اللي انت فيها دي؟
ايه في ايه؟ ما انت اللي قلت ادبك. قلت ادبي انا لسه بقول لهم لو سمحت. ما هي دي قله ادب وبجاحه منه. يقوم يسقف برجله على دماغي كده. والواد الغلبان ده انا عمال احوش عنه البواني، يدوا بواني وانا صد كده كده. يا عم تحوش ايه؟ تحوش ايه؟ انت كل ما تودي اليد يجي فيا انا. ما انت برضه عامل لي بتقرش برشام وواقف طول الخناقه يقرش في برشام يقرش في برشام وعامل لي بلطجه على الفاضي. يا عم انت اللي من ساعه ما قابلتني عمال تقول لي طيب طيب لحد ما اقتنعت ان انا طيب. ده انا نسيت العراك. عراك ايه يا ابني؟ احنا اتضربنا من خلايجه. معلش اهدى اهدى اهدى، ما تحطش اهدى ايه؟ احنا شفنا ضرب اقسم بالله ما يتشاف. معلش اصل انت جديد في المنطقه هنا. ده عمل دماغي طبله يا جدع. والله حرام والله العظيم محدش يهمني. ايه يا عم بقى يا عم؟ ها ده بغزه بمطوه ده ولا اعمل ايه يا ابني؟ انت عبيط يا ابني. امال لما كان ونصب عليا وعمل سواد قطر وعمل بهدلني اشتغل. انت اخواتك شغالين في هيئه النجم؟ ايه يا عم انت مفيش حاجه. معلش ما تزعلش، شكلك مش غريب. ايه ده؟ الف سلامه يا باشا. ايه رحت بصيت على اليافطه؟ بصيت عليها بدماغي. اتاكدت بقى ان مفيش يافطه وان انت داخل الشارع عكس؟ لا انا ما امشيش عكس يا ابني، انا شغال في المرور ما امشيش عكس ابدا. لا اما يجي البوليس بقى يبقى يشوف مين الصح ومين الغلط. ما بلاش البوليس. ايه احنا ماشيين سليم ما بنخاف. ما بتخافش؟ ماشي يا حبيبي. ثانية واحدة. اتفضل يا اخويا. الو؟ ايوه يا باشا. باشا. تمام حضرتك. يا لهوي. حضرتك يا نهار اسود بالحرب انا يا رجالة. خدني معاك خدني معاك. هات 5 جنيه. امسك يلا. دوس دوس. ماشي سعادتك. سعادتك. لا يا فندم ما تبعتش قوة. لا قوة ايه ده انا هفا. لا يا فندم مفيش، عملت حادثه بالعربيه دخلت في عربيه تانية. لا 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 ما تبعتش حد. لا يا فندم انا هاجي دلوقتي. ماشي يا باشا. سلام 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 سلام. هو موبايله ارضي؟ سلام 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 يا باشا. انت كنت بتكلم مين؟ كنت بكلم اللواء حامد كشري مساعد وزير الداخليه لشؤون التكاتك العظمى متخلف. انت حفظتها ازاي دي؟ حفظتها في 3 سنين عشان كده بقيت مدير مكتبه. يا عم ما تهزرش معايا، ده اللي هو حمد كشري ده معروف دقة زيادة ده. اقعد استظرف استظرف لحد ما يجي لك بالحلو دلوقتي. طب بقول لك ايه يا باشا، انا احل لك الموضوع ثانية واحدة، أنت دخلت قلبي على فكرة. بقول لك ايه يا واد يا حسام، تعال. أنت شايف العطلة اللي احنا فيها؟ الشارع كده هيفضل واقف ومش هيمشي. صح. فأنت روح انده البوليس وبالمرة هات معاك سمكان. أنت بتتكلم في الصح، أنا أروح أتعالج أصلا. روح يا أخويا روح. بقول لك ايه؟ ايه؟ في حد شايفنا؟ مش عارف نتأكد. بص ايه؟ ايه ده بس انا عندي حل عبقري. ايه؟ بص يا سيدي انا هعمل ايه بقى؟ يا محمود اعوذ بالله على محمود وسنينه. عايز ايه؟ مين اللي انت طلعتهم لي دول؟ انا حبستهم في الحمام من ساعة ما طلعوا مبرقين لي كده. ما هم لازم يبرقوا، مش شايفين بوب مارلي واقف قدامهم. يا محمود عايز ايه؟ مش هتصلح شباك الحمامة يا محمود. لا لا الجيران بتبص عليا وانا بستحمى يا محمود. سيبيه هما يومين هيصلحوه غصب عن عينيهم. يا محمود ايه؟ مش هتيجي؟ مش هروح. اعوذ بالله. ايه يا عم ما تشوف الجرادة اللي انت مربيها دي عشان تعرفوا بس انا تعبان قد ايه. متأكد ان يعني في حد شايفنا؟ نتأكد. طب بص اهدى بس. في ايه؟ بص يا سيد انا عندي حل عبقري مش هيخطر على بال حد. استغفر الله العظيم يا رب بكل ذنب العظيم. الميه لسه ما جاتش لحد دلوقتي وانا عايز احلق دهني وعايز استحمى وليله سودا بقى. ايه رايك؟ في ايه يا عم شامبو؟ عايز ايه؟ عايز استحمى مش عايز. الميه لسه ما جاتش. بص بقى انا رايح للكوبانيه ابلغ. ماشي ماشي روح. تمام. ايه اظن هتقولي لي حماتك هتقول لك الميه ده مش كده ولا ايه؟ مراتك ايه يا عم شكشك؟ هو انت متجوز اصلا؟ مش متجوز؟ لا. واقول لك على حاجه، انت ما عندكش حمام تستحمى فيه اصلا. ولا عندي حمام استحمى فيه اصلا. طب وانا مزعل نفسي ليه؟ وحاطط الصابون ليه؟ انا كده منسجم. بقول لك ايه؟ ايه هو الراجل ده من كوكب الارض؟ بص بص سيبك منه ركز معايا بس.
تأكد إن في حد شايفنا؟ معرفش، ولو حد شايفنا عادي. طب خلاص أنا عندي الحل، ثانية واحدة. أهو كده، يبقى أنت دخلت الشارع بتاعنا صح وهي اللي غلطت. يا ابن اللذينة، يبقى أنت اللي بدلت اليافطة المرة الأولانية. لا ده أخويا التوم مش أنا. أخوك التوم؟ افهم بس دلوقتي، أنا حليت لك الموضوع أهو، أنا هطلع أشوف مراتي عشان هتاكل الناس اللي فوق. سلام. اتفضل اطلع يا بيه. سلام يا أخويا. اتفضل. أنا كنت عارف إن أنا صح والله العظيم، عمري ما غلط أبدا. أنت إيه اللي جابك هنا؟ اللي جابني هنا يا بنت؟ أنا في شارع الحكومة. يعني اتقابل صدفة بعد سنة ولسه برضه بتتنرفز؟ صدفة إيه؟ إحنا متقابلين في النادي. احنا متقابلين في حادثه برضه. عصبي؟ عصبي. بصي احنا مش متقابلين في حادثه وانا عصبي اصلا، يبقى كل واحد ياخد حقه بقى. تمام، كل واحد ياخد حقه. لا هتاخد ايه وانا كام وليه؟ ده العشق لو من قلب طالع، العمر حتى نضحي بيه ونغني للبدر اللي راجع. صح خزان ذكريات بتعمل مافيا عامل فيها احمد الساعه. انا كنت بفهمها غلطها بالراحه بس. يا ده انت قد ما تلم نفسك يا ياض، بدل ما انزل ارقص معاك البايسبس. والنبي يا عم ايمن مين تقعد على جنب، عشان انا لو كحيت اخليك شفاف. يلا يا ابني اتكل على الله، مش عارفين ننام ساعه قيلوله واحنا الظهر ساعه قيلوله. ايوه مش عارفين ننام في بيوتنا. مش عارفين تراموا، انتوا عاملين زعماء الشارع ليه؟ يلا اتكل على الله. يلا مش هتكل على الله يا جدعان. هو انا كل يوم هجيب حد من اوضه نوم فاكيها؟ انتوا ما بتخافوش منها يا ابني؟ حرام عليك يا ابني، فاكيها الله يكون في عونك. انا مش عارف انت متجوز ولا ملبوس. وبعدين ما انا قلت لك يا علي ده مش بيتنا يا ابني، انت ما تسمعش الكلام يا علي. مش بيتنا ازاي يا علي؟ ده بيتنا اهو. لا يا عم بيتنا شباكه مدور. مدور ايه يا علي؟ احنا سنافر. يعني تخلي اللي يسوى واللي ما يسواش ده اللي هو ده يقعد يقول لنا امشوا. ده غير الواد ده بقى عايزين نربيه كمان. تعالى يا حاج انزل انت. حاضر حاضر هنربيك، عشان انت اهلك كانوا مشغولين. مشغولين بس اتربيت. انزل. ما كانوش فاضيين لربوك. حاضر. ماشي انزل يا حاج. كان جوه التوك توك يا سوسو رقاصة فجرة فجرة. طب شوف ما بين هيجيلك العوامة. لا ابوس ايديك، انت ظبطت العوامة النهارده. ما انت كل مرة بتضحك عليا وتبقى موجود انت واصحابك. ما انا بعرفش اعمل حاجة غير انا واصحابي. طب خلي اصحابك بقى ينفعوك. ابوس ايديك سامحيني. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا كل ما اجيلك العوامة بحس ان انا دايخة. ايه؟ ونفسي غم عليا. ايه؟ وببقى عايزة ارجع. لو حصل يا واد يا لول هسميه حسن اللول. انا لازم اقتل الجنين ده. يا ابني انا ما بحملش من بطني. تكونش ببيض. طب امشي. امشي ايه؟ امشي انا قلت النيله. حرام عليكي، بوصل التوك توك بتاعي. يا بخمر يا بخمر، هطمئن التوك توك. ايوه ايوه عايز ايه؟ هطمئن التوك توك بسرعه. حاضر حاضر، جاي اهو جاي جاي جاي. ايه 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 عايز ميه للتوك توك؟ هو قال لك انا عشطان تاخدش بلحتين عشان يفطر على السني؟
هات يا دراكي بنت هات مية. امشي. ايه اللي انت جايبه ده؟ صب لي هنا ده توك توك. بس شكرا. ماشي ألف سلام. ألف شكر. بسم الله الرحمن الرحيم بقى. يا حمدي. والله قلبي حاسس واقف لك. يلا يا حبيبي انت صغير تسوق بسكليتة تسوق سكوتر. انت مالك بالتكاتك يا ولدي؟ لا حسبي الله. بقول لك ايه؟ اكتب على التوك توك ده من ورا حسبي الله ونعم الوكيل. ايه ده؟ حاس ايه شرق المتخلفين عقليا ده؟ على الواد ده لازم يتربى النهارده، يعني مش هنستنى لبكره الظهر مثلا. ادينا نزلنا له النهارده. ايه ده؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا عم علي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ازيك يا ست سوسو؟ عامل ايه يا عم علي؟ تمام. ازيك يا عم علي؟ الحمد لله. المؤاخذه يا ست سوسو، افتكرناك الاير باك بتاعت العربيه. اخباركوا ايه؟ اهو تمام قاعدين. وياه ايه الحلاوه اللي انت فيها؟ واكسجين، عامله شعرك اكسجين. هنعمل ايه بقى؟ المهنه اللي انا فيها والله العظيم قمر 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 قمر. ربنا يكرمك. اه والله. انت ما تعرفيش ان القمر سدس حجم الارض؟ لا قمر ايه بقى يا علي؟ دي المجموعة الشمسية كلها. هنا القاهرة. ينفع كده يا عم علي؟ اه ينفع طبعا ينفع. دي احلى حب في حياتنا يعني يا علي. فاكر يا فاكرة اللي هي الاغنية بتاعت الحب كله حبيته؟ ما هو لازم الحب كله، ما ينفعش حب شوية يعني. والله الست ام كلثوم غنت لك الاغنيه دي مخصوص. ايه ده ست ام كلثوم بس؟ انت ما سمعتش الاغنيه اللي شيرين غنتها لي؟ لا. اغنيه ايه؟ انا كتير. انا الف حاجه على بعضها في حاجه واحده. الست سوسو الرقاصه. احب المربى برطمانات. ايه ده حادثه؟ ما هو اليوم المنيل بقى بيبان من العصر. مالك بس متضايقه ليه يا ست سوسو؟ تصدق يا عم علي ما لميتش النهارده غير 30,000 جنيه نقطه بس. 30,000 جنيه نقطه؟ اه. لا ما ست سوسو يعني ربنا مبارك لها في شغلها، دي اكبر رقاصه في الجمهوريه العربيه المتحده. امال ايه؟ ده عارف صافي ناز؟ اه طبعا عارفها. دي الزلزال. جرى ايه يا استاذ؟ انت بتقر ولا ايه؟ ده انا في اليوم مش بقل عن 60-70,000 جنيه، لكن لولاكش بقى طلال بتاع الخليج ما جاش. مين طلال ده؟ ده الزبون، وبسببه النهارده البيوت بتاعتي مش هتاكل. بص عماله تبص لبيوت الناس اللي شغاله معاها يا اخي، بتراعي ربنا في شغلها يا اخي. ده الست سوسو دي قمر قمر. ربنا يخليك يا عم علي. آه. عموما بقى انا مش هشغلكم. ده السنه اللي فاتت بس لوحدها. ها آه؟ السنه اللي فاتت بس حجت 3 مرات. اه حجت 3 مرات في سنه واحده. اه دي بتعبد ايه دي؟ مشاكلي بقى خلاص. ماشي انا هطلع. بقول لك ايه يا استاذ؟ عايزه ايه؟ ممكن تشيل الشنطه دي؟ يعني انت شايله كل الشنط دي والحزينه دي مش قادره تشيليها؟ اصلها اتقل شنطه. خلاص ماشي اشيلها، بس ماليش دعوه بدول. لا خلاص انا هشيلها، انا ما فياش كتاف انا. ماشي. انت ساكنه في الدور الكام؟ في الدور الثاني. هنطلع مع بعض؟ اه طبعا. قشطه يلا. ماشي. هتاخده فوق وتشيله بقيه الشنط. بقول لك يا علي. ايه؟ احنا كده منظرنا بقى وحش قوي يا علي. ايوه ده خد الوليه وطلع واحنا واقفين كده. واحنا واقفين شكلنا مش حلو، احنا نروح نراقبهم عيب. ايوه لازم نراقبهم صحيح. بس نراقبهم بقى من اخر الشارع عشان هم ما يشوفوناش واحنا بنراقبهم. ايوه صح. ولا احنا نشوفهم واحنا بنراقبهم. اه والله انا بحب فيك دماغك البوليسيه دي. اه كنت في البوليس الحربي. اه والله معانا واسماعيل. برجيه شوارعيه
حمرجية شوارعية نصابين حمرجية شوارعية نصابين. اي خدمة يا سمارة همشي هيصك في الشارع كله. استباحتك عسل يا. بص بقى عايزك تركز معايا عشان نعمل المصلحة دي ونفلق. يلا. خلاص؟ بص يا عم في واحدة ست هنا عاملة حادثة بعربيتها. هقولها ان انت اجمد سمكري موجود هنا. تقول اي كلام عن العربيات نضرب فلوس ونفلق من مكان. خلاص يا سمارة؟ اولا ما تقوليش يا سمارة دي عشان كلمة حريمة حبتين. ما انا اقول لك ايه؟ سمسم. تاني حاجة أنا ماليش في السمكرة نهائي. لا قلت أي بقين سمكرة هنتقفش. ما ينفعش لازم تقول أي حاجة عشان نقفش المصلحة. يا ابني أنا كوافير ماليش في الجو ده والله صدقني لو قلت كلمتين هنتفضح. خلاص أنا جات لي فكرة. إحنا نكلم خدمة العملاء بتاعة السيارات ونقول أكن عربيتنا هي اللي عملت حادثة. هنقول لهم أسئلة الأجوبة اللي هيقولوها نقولها للست تفتكرنا سمركرية نقفش الفلوس ونفلق. يا ابن اللعيب. إيه رأيك؟ خد يا ها تكلمه وتقولي له يا رب سامحني اغسلني طهرني نظفني من كل ذنوبي. خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. خد ردي. الو اتعرف بيكي سمسمة. سمسمة. لا سمسمة على طول مش سمسمة. كم سنة يا سمسمة؟ 45. ارتباط عاطفي ولا خطوبة ولا جواز ولا لا ايه ده ايه ده؟ ده الموضوع بيني وبين العربية يعني لا مؤاخذة عاملة حادثة وأنا عايز أفهم بس منك أصلحها إزاي، بس أنا عايزك تركز معايا عشان أنا بحب العربية دي وبحبها حب جامد شوية يعني. جامد شوية إزاي؟ يعني مثلا بتقعدوا تعيطوا طول الليل أنتوا الاتنين مثلا ولا جامد إزاي يعني؟ ايه العسل ده؟ تستظرف؟ طيب العلاقة دي مستمرة لحد دلوقتي؟ اخواتك عايشين معاك في نفس البيت ولا؟ اخواتي ايه وبتاع؟ يا عم انا ايه العلاقة مستمرة؟ ابص انا بس عايز افهم منك الدخلة اخش لها ازاي؟ يعني احسس واكشف؟ دخلة جديدة دي برضو بس في حد قبل كده دخل عليك دخلات تانية؟ يا راجل اختشي عيب. يعني حصل شوية مناوشات لحد ما بقيتوا صحاب. على خفيف يعني كانت بتلاعب لي نور وكده. او بعد كده انت ما خفتيش جدك يصحى مثلا ولا جدتك تصحى؟ مين معايا؟ هات يا عم هات يا عم الراجل ده. خد يا عم كلم صاحبي عشان انا مش عارف اتعامل معاك والله. انا اظبطهولك. الو. يسعدني ويشرفني اتعرف بيكي. مش لازم. طيب مش لازم كام سنة؟ 96. بعد العلاقة الكاملة دي اللي فقدت فيها عذريتك أعتقد يعني كان رد فعله إيه؟ قالك هنعمل إيه؟ هنتصرف إزاي؟ ولا قالك إحنا قشطة كده زي الفل؟ بصراحة هو ضحك عليا وخلاني حامل. أي واحد في الشارع هيقابلك هيديك الكارت بتاع بخاف عليه كده. السلام عليكم. عليكم السلام. كارت بخاف عليك اهو. ربنا يخليك. خد بالك عايز مننا حاجة؟ والله كلامك كله حكم كمل. في البني ادم اللي انت متخيلة ان هو ابو الرجالة ده ابو الندالة ده ابو الخيابة ده ابو الندامة ده ابو تريكة. اقفل يا عم ده مجنون. اقفل يا عم سيبك. فهمت انت؟ انا بص اعتبرني ميكانيكي نمرة واحد. خلاص اصلي كده؟ خلاص استنى ادالك الست. يا ست فاطمة. يا ست فاطمة. ايوه. يلا يا وليه تعالي اهو جبت لك اللوسته سمسمه اكبر سمكري موجود في الشارع ده كله. مساء الفل. مساء النور. هو ده سمكري اللي هيقيم التلفيات؟ ايوه هو. ممكن بعد اذنك تقولي هي هتكلف كام؟ جدك كان فوق لما هو طلع. ايه ايه ده؟ بص يا ست هنا الموضوع هيتكلف حبتين بس عشان الخسائر كتير. يعني كام مثلا كده؟ يعني في حدود 45 ل 50 الف جنيه. طب خلاص ميرسي قوي انا هوديها التوكيل. يا عم توكيل ايه؟ التوكيل هيلف ويجيبها لي تاني وهتحتاجيني صدقيني. يا عم بقول لك شكرا. يا بنت بالراحه انت ما تعرفيش انا مين ولا ايه؟ مين؟ اجيب فيتامين. تقول ايه انت مجنون هتضيع المصلحه؟ ايه العالم دي؟ ايه ده؟ هو الشارع ده مبرشم يا جدعان ولا ايه؟
يا نهار اسوح، ايه ده؟ ده كمية رقصات يلا، ده مجمع كونتينر رقصات. ايوه، ما هي دي اللي عمرو دياب قال لها خلصت فيك كل الكلام. يلا ما كنتش اعرف، ايه ده؟ انت السمكري اللي هيصلح العربية؟ يا باشا، انت صاحب العربية؟ صاحب العربية. اهلا بيك. اهلا بيك، بصيت عليها؟ يا باشا. ايه لقيت ايه؟ بص باختصار، العربية بتاعتك دي عاملة حادثة. وجدك كان فوق لما هو طلع؟ يا سلام، فاجئتني. انت عايز بالاخر يعني؟ هي العربية بس محتاجة شوية سمكرة. بس غالبا انت اللي هتحتاج بقى تدخل فرن. هتاخد دوكو وهنردك على البارد. هو في صنايع اشتغل وما كملش؟ طيب. في صنايع فعلا اشتغل وما كملش. بص يا بيه، انا ما اشتغلتش في الحاجات المعفنة دي بصراحة. انت عربيتك دي تعملها كابينيه وتقعد عليه انت واصحابك، ماشي؟ سلام عليكم. يلا يا نيلة بمصالحك النيلة. زوق والنبي يا والله ما زهق. والنبي يا ناجي، معلش. الله يخرب بيت دور. عايز اطلع بتوك توك، عايز اطلع بتوك توك. ما هو كله بسبب امك. مش هسيبك بقى بمرات. سيبني اطلع. ماشي ماشي. انت عارف التوك توك ده ناقصه ايه؟ ناقصه سواق والله. يلا يلا يا اخويا. عامله من الاردن انت صح؟ ولا كان انت عملت الحادثه، ولا كان الراجل قال لي اقلبها كابينيه، ولا اي حاجه. انت عايز ايه؟ انت اللي غلطان. انت اللي غلطانه. انت اللي غلطان ودخلت الشارع عكسي. فاطمه. ما تستهبليش. انا بمشي في كل شوارع مصر صح؟ انا عارف خرايط المرور كلها. ايه انا والشارع ده ما فيهوش كبير ولا ايه؟ تعالى علي. ايوه علي. بص اقنع انت الواد ده وانا هقنع انا البت دي. ايه ده؟ اشمعنى انت تاخد البت وانا اخد الواد؟ ما احنا اخر حادثه انا اخدت البت وانت اخدت البت التانيه اما كان في عيلين بيتخانقوا مع بعض. انت ناسي ولا ايه؟ انا مش فاهم، مش ناسي. طب شوف الواد ده. والنبي والنبي يا عم حسام وابراهيم، انت ريحونا. يلا وانت ما تسكتلوش يا بت، وانت فاكر ان انت لوحدك في الحته؟ احنا معاك يا بت. طب اعمل له ايه يعني؟ اشتميه يا حيوان. ما تلم نفسك يا متخلفه. قال لك ايه؟ قال لي يا متخلفه. سكتاله اشتميه باسرته. يا قليل ادب. يلا يا مش عارف هاكلها والله العظيم اقسم بالله. يا عم تاكل مين يا عم؟ خلاص بقى يا جماعه، انتوا تعرفوا بعض من قبل كده ولا ايه؟ البت دي انا كنت خاطبها وفسخت خطوبتي بيها. بس ظهرت الحقيقه يا علي، يبقى الحكايه مش حكايه حادثه، حكايه ان انتوا كنتوا خاطبين بعض واختلفتوا على القايمه وابوك راح هو رفض، يبقى انت صالحها وخلصونا يا جماعه، عايزين نفتح الشارع، حالنا واقف. ما هي اللي بتمشي مع رجاله. انت مشيتي مع رجاله؟ لا والله العظيم. خلاص ما تزعلش مني ايمن، انا اسف. لا مش زعلان خلاص. بس انت بتغير عليا قوي، حتى من مهند ابن عمتي. يا نهار ابيض، بتغير من مهند؟ حرام عليك والله، ده حتى اسمه جميل، مهند، يعني فاضل له سين ويبقى مهندس. انت عارف انت المفروض تغير من مين؟ من مين؟ انفخ بلالين. ما تخافش، انا هسقف بس كده، هسقف جنبك كده شوف ايه اللي هيحصل لك. ولا يقدر يعمل لك حاجه. قول له حاجات من دي، قول قول بلالين قول. طب انت عارف المفروض تغير من مين؟ ما اعرفش. من مين؟ ادوش له بنزين. يلا بقى اهو ضحكناكوا، يلا وقلنا لكم حاجات كوميدي. والله العظيم ده انتوا زي العسل فعلا. انا ممكن ارجع لها تاني على فكره. ايوه كده. طيب يلا ونعمل لكم الفرح بتاعكم عندنا في الحته هنا، وتاخدوا عربياتكم بقى يلا عشان نشتغل. نعمل خطوبتنا هنا في الشارع؟ طب انا موافق والله. وانا كمان. وانا كمان. خلاص يلا يا جماعه، يا سوسو يا رقاصه، يا ست سوسو، يلا يا ست سوسو تعالي تعالي يلا. ايه يا عم علي؟ عايزين نعمل لهم بقول لك ايه؟ اوعى بقولك ايه؟ قولي يا عم علي. وانت مرتبطة؟ لا. يا خسارة.
يلا يا جماعة عايزين نحتفل بالاتنين بتوع الحوادث دول ونعمل لهم الفرح بتاعهم في الحتة هنا. مصري تياترو وتعالى شوف رواياتك.